بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 60. سجدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها، لأن الزوج لا يلزمه استطارتها. فإذا لم يستبرئ السيد أقضى على اختلاف الرجال واجتماع الأنساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت عنده أمة وأراد أن يزوجها، إذا كانت عنده أمة كان يتسرى بها ثم أراد أن يزوجها فلا يجوز له ذلك حتى يستبرئها، بأن يمضي عليها حيضة، ينتظر حتى تحيض حتى يعلم ببراءة رحمها ثم يزوجها. نعم. إذا عتقهما سيدهما أو عتقا بموته، يعني أم الولد والأمة كانوا يسيبهما، لم يبكي حتى يستبرئ أنفسهما لأنهما صارت فراشا له. الحالة الثالثة، إذا أعتقهما إذا أعتقهما سيدهما فليس لهما أن يتزوجا إلا بعد أن يستبرئ أنفسهما. ليس للعتيقة أن تتزوج إلا بعد أن تستبرئ نفسها بأن يمر عليها حيضة، فإذا حاضت تبين أنها ليست بحامل، وكل هذا من أجل الاحتياط للأنساب لئلا تكون حاملا من سيدها ثم يرد عليها نكاح جديد فلا يدرى هل هذا الحمل من سيدها أو من زوجها فيحصل اختلاط، فلذلك يستبرئ. نعم. مسألة، والاستبراء يحصل في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة أو حيضة إن كانت ممن تحيض. استبراء الأمة يحصل بأحد شيئين، إما بوضع الحمل إن كانت حاملا، وإما بحيضة إن كانت غير حامل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة. نعم. أو حيضة إن كانت من تحيض لما رواه أبو سعيد. مسألة، وإن كانت من النائسات أو ممن لم يحضر الصغيرة في أخلاف الولادة، إحداهن تستبرأ بشهرين كعدة الأمة، الثانية تستبرأ بشهر لأن الشهر فيه مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، والثالثة بثلاثة أشهر. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن الكريم مكان كل حيضة شهرا، فقال: من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر. فأعجبه ذلك ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت الثمانين صارت بعدها مضغة وهي لحم فيتبين حينئذ، وهذا معروف عند النساء. إذا كانت لا تحيض لصغر أو إياس فهل تستبرأ بشهر مكان الحيضة أو تستبرأ بشهرين كعدة الأمة؟
المزوجة أو تستبرأ بثلاثة أشهر. ثلاث روايات عن أحمد. أما الأولى تستبرأ بشهر، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة، والأمة تستبرأ بحيضة، فإذا فقدت الحيض الشهر يقوم مقامه. الرواية الثانية أنها تستبرأ بشهرين قياساً على الأمة إذا طلقت، فإنها كما سبق تستبرأ بشهرين، تعتد بشهرين عدة، المطلقة تعتد عدة بشهرين نصف الحرة. والرواية الثالثة أنها تعتد بثلاثة أشهر. لماذا؟ قال لأنها يحتمل أن تكون حاملاً، ولا يتبين أنها غير حامل حتى يمر عليها ثلاثة أشهر، لأن أطوار الحمل 40 يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، هذه 80 يوماً، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 40 مع 80 120 يوم. فيحصل بذلك القطع بأنها غير حامل إذا مرت عليها 3 شهور، دخلت يعني في 40 الثالثة، دخلت في 40 الثالثة، أكملت 80 ودخلت في 40 الثالثة ولم يتبين فيها حمل، فإنه يحصل القطع ببراءة رحمها. نعم. مسألة: وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه استبرأت ب10 أشهر. إن كانت تحيض عرفنا فيما سبق أنها تستبرأ بحيضة بنص الحديث، لكن لو ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فإنها تعتد بسنة، 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، فيكون المجموع 12 شهرا، وقيل بعشرة أشهر، 9 أشهر للحمل وشهر عن الاستبراء، فيكون المجموع 10. نعم. وإن يعني كالحرة، وأم الولد عرفناها فيما سبق، هي التي وطئها سيدها فولدت منه، هي التي ولدت من سيدها تسمى أم ولد، فتأخذ حكم الزوجة في إذا توفي عنها، فتعتد ب4 أشهر و10 أيام. نعم. ولأن استبراء الحرة من الوباء أشبه بالحرة. نعم. فالأول أصح وخبر عنه لا يصح، قاله أحمد رحمه الله. نعم، الصحيح الرأي الأول، وقياسها على الحرة في عدة الوفاة قياس مع الفارق. نعم. كتاب الظهار. الظهار معناه أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه، كان يقول: أنت كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي، مأخوذ من الظهر، مأخوذ
من الظهر، لأن تشبيها للزوجة تشبيها للزوجة بالدابة التي تركب على ظهرها، فهي مركوبته، الزوجة مركوبة للزوج كأنها دابته، فأخذ الظهار من هذا المعنى. فإذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي، فهذا هو الظهار. وهذا كان في الجاهلية يعتبر طلاقا، إذا قال لها أنت كظهر أمي أو مثل أمي أو مثل أختي، كان في الجاهلية وأول الإسلام يعتبر طلاقا تبين به زوجته. ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك فجعله يمينا مكفرة، والسبب في ذلك أن امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنه، أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، ظاهر من زوجته وهي أم أولاد، فضاقت عليها الدنيا، هي أم أولاد فقيرة، وماذا تعمل إذا فارقت زوجها؟ فماذا تكون حالها وحال أولادها؟ فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشتكي إلى النبي وتقول إن لي صبية إن تركتهم ضاعوا وإن أخذتهم جاعوا، يعني إن أخذتهم معي ما عندي لهم نفقة، وإن تركتهم مع أبيهم ضاعوا، يعني ما عندهم أم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أراك إلا حرمت عليه، ما أراك إلا حرمت عليه. فجعلت تردد على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع الله شكواها وأنزل سورة المجادلة أو المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم إنه سبحانه شرع لعباده الكفارة في الظهار، ونسخ ما كان من قبل أنه طلاق، جعله يمينا مكفرة، فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. استنكر سبحانه وتعالى هذا القول، لا يجوز لرجل أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أنت مثل أمي، لأن هذا كذب، ليست مثل أمه وليست كظهر أمه، إنما أمه التي ولدته، أما زوجته فلا تكون أما له. إن أمهاتهم أي ما، إن هنا بمعنى ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا، سماه منكرا، سمى الظهار منكرا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، سماه زورا أيضا، وإن الله لعفو غفور. وفي سورة الأحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ثلاثة أمور ومنها الظهار. ثم قال جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم، بيّن الكفارة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فجعلها مرتبة، أولا العتق على القادر الذي والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. هذه واحدة. الثانية، فمن لم يجد يعني يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. الثالثة، فمن لم يستطع يعني لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا. ففرج الله عن المسلمين وجعل الظهار يمينا مكفرة، ولكن كفارته مغلظة، ولكن كفارته مغلظة بهذه الخصال المرتبة. وتحول الظهار من طلاق إلى يمين، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده. هذا هو الظهار. نعم. كتاب الظهار. نعم. وهو أن يكون من امرأتك أنت عليك ظهر أمي، فهذا ظهار إجماع. يعني يريد أن يحرمها عليه، يريد أن يحرمها عليه، فبدل أن يقول أنت علي حرام يقول أنت علي كظهر أمي. نعم. قال أبو المنذر أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي. تصريح ولا صريح؟ صريح. طيب لا بأس. نعم. وفي حديث خويلة أنه قال لها أنت علي كظهر أمي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خويلة هي زوجة أوس بن الصامت. نعم. نعم. أنه قال لها أنت علي كظهر أمي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة. نعم. مسألة، وإن قال أنت علي كظهر من تحكم علي على التأبيد كجدتي وعمته وخالته، فهذا أيضا ظهار في قول أكثرهم. يعني أن قريبته المحرمة عليه كأخته وعمته وخالته وبنته مثل أمه، إذا قال أنت علي كظهر أختي أو جدتي أو عمتي أو خالتي أو بنتي، فهو كما لو قال أنت علي كظهر أمي. وإنما عبروا بالأم لأن هذا هو الغالب، هو الغالب. نعم. لأنهن محرمات بالقرابة أشبه الأم. وإن قال أنت علي كأبي يريد تحريمها كان مظاهرا، لأنه هو بلفظه ما يحتمله. فأما إن قال أنت علي كأمي وقال أردت الكراهة دين به، لأن دين. يعني عرفنا صريح الظهار، وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي، هذا صريح الظهار لا يحتمل غيره. فلو أراد أن يفسره بغير الظهار لم يقبل منه. أما الكناية فإذا قال أنت مثل أمي أو أختي فهذا محتمل، محتمل أنه أراد الظهار، ومحتمل أنه أراد التقدير والإكرام. أنت مثل أمي يعني في الإكرام أو في التقدير. فإذا فسره بغير الظهار قبل منه ودين بذلك. دين معناه قبل منه، لأنه أدرى بمراده، واللفظ محتمل، اللفظ محتمل، فإذا فسره قبل تفسيره ما دام اللفظ يحتمل التفسير. نعم. وهل يقبل في الحكم؟ ولذلك يقول العلماء أنه يكره للإنسان أنه يمزح على زوجته ويقول يا أمي يا أختي يا أختي يا عمتي يا خالتي، يكره هذا وله من باب المزح لأنه يشبه الظهار. نعم. وهل يقبل في الحكم على روايتين عند القاضي، يعني دين فيما بينه وبين الله إذا لم يحصل خصومة،
أما إذا حصل خصومة عند القاضي فإنه لا يقبل هذا الشيء، بل يعمل بالظاهر وهو أنه ظهار على قول. والقول الثاني أنه يقبل حكما أيضا. نعم. وهل يقبل بالحكم على روايتين؟ نعم. لا هو يقبل بذلك، يعني يقبل منه تفسيره عند القاضي. نعم. والثاني لا يقبل، لأنه لما قال أنت علي فأمي اقتضى أن يكون عليه فيها تحريم، لا أشبه ما لو قال أنت علي فظهري أمي. فأما لو قال أنت علي فأمي وأطلق ذلك فقال أبو بكر هو ظهار، قال ونص عليه الإمام أحمد وحكته أبي موسى في روايتين، أظهرهما لا يكون ظهارا حتى ينويه. ينويه. حتى ينويه، لأن هذا رفض مستعمل في الكراهة أكثر مما يستعمل في التحريم، فلم ينصرف إليه إلا بنية. نعم. بخلاف الثلاث، بخلاف التشبيه بالعموم فإنه لا يستعمل في الكراهة. نعم. ووجه قول أبي بكر وهي الرواية الأخرى أنه شبه امرأته في أمه فأشبه إذا شبهها بدون من أعضائها. قال شيخنا: والذي يصح عندي أنه وجدت قرينة تدل على قصد التحريم، مثل أن يكون في حال الغضب أو نحو ذلك فهو ظهار، وإلا فليس بظهار، لأنه يحتمل غير الظهار احتمالا كثيرا، فلم يكن ظهارا بإطلاقه كما لو قال أنت كحفصة. إذا ثبت هذا فإنه يقصد بشيخنا، يقصد به الموفق بن قدامة، لأن الشارح تلميذ للمصنف، مصنف العمدة، تلميذ للموفق. نعم. إذا ثبت هذا فإن المضارع لا تحل له زوجته التي ظهرت. إذا ثبت هذا وهو معرفة أن الظهار يمين تدخلها الكفارة، فإنه لا يجب عليه أن يتجنب زوجته من حين ظهر منها إلى أن يكفر عن يمينه، بقوله تعالى: من قبل أن يتماسا. فيتجنب زوجته حتى يكفر عن يمينه، ولا يحل له أن يطأها قبل ذلك. نعم. من قبل أن يتماسا. إذا ثبت هذا فإن الله لا تحل له زوجته التي ظهر منها حتى يكفر إجماعا، وإنما اختلفوا فيما إذا كان التكفير بالإطعام، لأن الله ذكر بالعتق والصيام من قبل أن يتماسى، ولم يذكر هذا في الإطعام، من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماسى. فاختلف العلماء هل الإطعام، هل التكفير بالإطعام يحرم، يحرم عليه أن يمسها قبله مثل التكفير بالعتق والتكفير بالصيام، أو يجوز له أن يطأها قبل أن يطعم 60 مسكينا، لأن الله لم يذكر هذا في هذه الخصلة على قولين. نعم. المذهب أنه يتجنبها أيضا. نعم. لأن الله سبحانه قال: فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى. نعم. وقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. وأكثرهم عن التكفير بالإطعام، مثل ذلك لما روى عكرمة عن ابن عباس، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله رسول الله توقعت عليها قبل أن أكفر. قال: ما حملك على ذلك رحمك الله؟ قال: ما تفتحها لها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. رواه ابو داود الترمذي، وقال حديث حسن. هذا عام، لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله، هذا عام في الخصال الثلاث: العتق والصيام والاطعام. هذا دليل من رأوا أنه لا يتمساني إلا بعد التكفير بالإطعام أيضا. نعم. ولأن إحدى كفارات
كفاراتها نحو الوقت قبلها كالذبح والصيام. وأيضا تقاس هذه الخصلة الثالثة على الخصلتين الأوليين. نعم. وترك النص عليها لا يمنع قياسها على النصوص الذي هي في معناها. نعم. والكفارة حدق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، ومن لم يجد صيام. الكفارة التي تجب هي كما نص الله جل وعلا، أولا العتق لمن يقدر عليه، وهو عتق رقبة مؤمنة. لماذا قلتم مؤمنة مع أن الله قال فتحرير رقبة ولم يذكر مؤمنة؟ قالوا قياسا على كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقياسا على كفارة القتل يحمل المطلق هنا على المقيد هناك. هذه خصلها الأولى. فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين 60 يوما. فمن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار مرتبة. نعم. الكفارة عتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، بدليل قوله سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية. مسألة. وحكمها وصفتها كفارة الجماع في شهر رمضان وقد مضى. نعم. وحكمها وصفتها كفارة الجماع في شهر رمضان. نعم. وقد مضى ذكرها في باب الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان بهذه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. مسألة. فإن وضع قبل التكفير عصى ولزمته كفارة مذكورة بدليل حديث ابن عباس قبلها، ولأن إذا وطئ قبل التكفير الله جل وعلا يقول من قبل أن يتماس، فإذا خالف ووطئ قبل التكفير فما الحكم؟ نقول الحكم أنه تلزمه الكفارة، وطئه لزمته الكفارة، لا بد أن يكفر، لأنه وطئ بعدما حرم زوجته فحصل الحنث، حصل الحنث تقررت عليه الكفارة. ثانيا يأثم بذلك لمخالفته أمر الله سبحانه وتعالى. أما قبل أن يطأ هو ظاهر ولكنه لم يطأ إلى الآن، نقول أنت بالخيار، إن شئت ترجع إلى زوجك وتمسكها فلا بد من الكفارة، وإن شئت تتركها، إن شئت تتركها وتطلقها هواك، أنت مجبر على استرجاعه. قبل أن يطأ هو بالخيار، إن شاء رجع إلى زوجته وكفر عن يمينه، وإن شاء فارقها، لكن لما وطئ حنث في يمينه فلزمته الكفار. نعم. يعني لو قبل أن يطأ ظاهر ولم يحصل منه وطئ فيقال له أنت بالخيار، إن تريد البقاء مع زوجتك لا بد من الكفارة، أنت ما تريد البقاء مع زوجتك طلقها، طلقها. قال أنا ما أبيها ولا أريدها، يقول أجل طلقها ولا يلزمك كفارة، إذا طلقها ما لزمك كفارة. أما إذا وطئها فمعناه أنه حنث فتلزمه الكفارة بكل حال، حتى لو طلقها تلزمه الكفارة. قال والله أنا ما أبيها المرة، أنا قلنا لزمك الكفارة بالوطء لأنك حنست سواء طلقتها ولا ما طلقتها. نعم. ها؟ كيف هو؟ المهم أنه لازم يكفر، ما يطع حتى يكفر. أين؟ أي لو أمسكها لازم، وأراد أن يطعها لازم يكفر قبل. نعم.
نعم. لو بعد انطلاقها أراد أن يرجعها. إن كان حيلة من باب الحيلة لا ما يجوز الحيلة. نعم. إيه تعود عليه حكم الكفارة. نعم. ولأنه خالف أمر الله سبحانه وتجزيه كفارة واحدة لذلك. نعم. مسألة ومن ضار من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. إذا كرر الظهار عدة مرات قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس فتتداخل. أما إذا ظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة ثانية بعدما كفر فإن عليه كفارة ثانية. نعم، لأن هذا ظهار جديد. نعم. مسألة ومن ظهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، لأنه قول لم يؤثر في تحريم المرأة فلم يجب به كفارة من يمين بالله سبحانه. كما لو حلف بالله على شيء واحد، قال والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، كرر عدة مرات قبل أن يكفر ما عليه إلا كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه شيء واحد والواجب شيء واحد وهو الكفارة، فيتداخل يتداخل. نعم. ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريما لأنها حرمت في القول الأول ولم يجب تحريمها. نعم. ولأنه لفظ يتعلق به كفارة، إذا كفره كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله عز وجل. وعنه إن كرره في مجالس كفارات روي ذلك عن علي. ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة فإذا روى فيه الاستئناف. هذه الرواية فيها تفصيل، الرواية الثانية أنه إن كرره في مجلس واحد قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة، أما إذا كرره في عدة مجالس فلكل مجلس حكم آخر فيكون عليه عدة كفارات. ولكن الرواية الأولى المقدمة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة سواء في كرره في مجلس أو في عدة مجالس، وهذا هو الظاهر. نعم. وعنه كرره في مجالس فكفارات روي ذلك عن علي. ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة تحريم الزوجة فإذا نوى به الاستئناف تعلق به لكل مرة حكم الطلاق، والأول أصح. الأول أصح وهو أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة سواء كرره في مجلس أو في عدة مجالس. نعم. وأما الطلاق فإنه ما زاد منه على الطلاق الثلاث لا يثبت له الحكم بالإجماع، وبهذا ينتقد ما ذكروه. أن الظهار ليس كالطلاق، طلاق نعم إذا كرر تكرر الحكم، طلاق إذا كرر يتكرر الحكم، أما الظهار فليس كالطلاق لا يتكرر الحكم فيه، إنما هو حكم واحد. نعم، لأنه يمين وليس بطلاق. نعم. وأما الثابتة فإنها تثبت تحريما زائدا أو التحريم قبل زوج وإصابة ثالثة من الطلاق يعني. نعم. بخلاف الظهار الثاني فإنه لا يثبت له تحريم تحريم الظهار الطلقة الثالثة لا يثبت بما زاد عليها تحريم. هذا بيان للفارق بين الظهار والطلاق إذا كرر كل منهما. نعم. تحريم الظهار الطلقة الثالثة لا يثبت بما زاد عليها تحريم ولا يثبت لها حكم كذلك الظهار. نعم. مسألة ولو ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما. إذا كان له عدة نساء وظاهر منهن فله حالتان، حالة الأولى أن يظاهر منهن بكلمة واحدة فليس عليه إلا كفارة واحدة عن الجميع لأنه ظهار واحد ولا يوجب أكثر من كفارة ولو تعددت نساؤه. الحالة الثانية أن يظاهر من كل واحدة على حدة، ففي هذه الحالة يكون عليه عدة كفارات. نعم. مسألة
فرضاها من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يرى أقوالهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا. ولأن الظهار كلمة تجب مخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة في اليمين بالله سبحانه. نعم. مسألة، فإن ظهر منهم بكلمات فقالت من واحدة منهم أنت علي كظهر أمي، فإن لكل يمين كفارة. نعم، إذا ظهر من كل واحدة على حدة فعليه كفارات لعدد النساء اللاتي ظهر منهن، لأن كل ظهار مستقل عن الآخر. نعم. وقال أبو بكر في رواية أخرى أنه يجزيه كفارة واحدة، فاختار ذلك وقال هو اتباع لعمر رضي الله عنه، لأن كفارة الظهار حق لله تعالى، فلم تتكرر سببها كالحد. ولنا أنها أيمان متفرقة، فكان لكل واحد كفارة كما لو كفر كل ظاهر، ولأن الظهار معنى من الكفارة، فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال بنكهة القتل. نعم. فارق الحد فإنه عقوبة في الظهر والشبهات. نعم. مسألة لنا شفت دليل لنا، يعني دليل القول الأول، دليل القول الأول أنه يكون عليه عدة كفارات بعدد النساء التي ظهر منهن. نعم. مسألة، وإن ظهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا منها مباحا لم تحرم، وعليه كفارة يمين. هذا حكم الظهار من الزوجة. أما الظهار من الأمة، يعني له أمة مملوكة وهي حلال له بملك اليمين أن يطأها، لكن لو حرمها قال أمتي علي كظهر أمي، هل يكون هذا ظهار؟ لا، هذا يكون يمين، فيه كفارة يمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو صيام أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لأن تحريم الحلال يكون يمينا، إلا الزوجة فتحريمها يكون ظهارا. إذا حرم الطعام مثلا قال هذا الطعام علي حرام، أو هذا الأمة علي حرام، أو هذا الثوب علي حرام، ثم أراد أن يرجع عن يمينه، نقول عليه كفارة يمين، تحريم الحلال يمين. والدليل على ذلك ما جاء في أول سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه مارية القبطية أمته، فالله عاتبه على ذلك وأمره بكفارة يمين، فدل على أن تحريم الحلال سواء كان أمة أو طعام أو ثوب أو بيت أو غير ذلك أن فيه كفارة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا إشارة إلى قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. لقوله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فيها حصر بنية، ثم أنزل الله تعالى أخاف الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. فبين لكم تحلة أيمانكم أي كفارة أيمانكم. وذلك البيان في المائدة وهو كفارة اليمين، وهو قوله سبحانه لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم. مسألة، فقالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي. خلصنا من ظهار الزوج. إذا ظهرت الزوجة من زوجها قالت أنت علي كظهر أبي أو أخي،
فهل يعتبر هذا ظهارا أو لا؟ النص إنما جاء في الزوج، فهل الزوجة مثله؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه ظهار مثل ظهار الزوج، عليها كفارة مثل ما على الزوج. والقول الثاني أنه يعتبر يمينا، عليها كفارة يمين فقط. والقول الثالث أنه ليس فيه شيء، لأن الظهار إنما هو من خصائص الرجال. والصحيح أن عليه كفارة يمين، صحيح القول الثاني أن عليها كفارة يمين. نعم. مسألة، وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي لم تكن مظاهرة، قال القاضي لا تكون مظاهرة رواية واحدة وعليها التمكين لذلك، واختلف عن هل عليها كفارة الظهار، فنقل جماعة عليها كفارة الظهار لما روى الأكثر بإسناده عن إبراهيم لما عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت بمصعب بن الزبير فهو علي كظهر أمي، فسألت أهل المدينة فرأت أن عليها كفارة، حملا بالظاهر أن الله أوجب الكفارة في الظهار. نعم. وروي أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبين كثير فأفتوها أن تفتت رقبة وتتزوج. نعم. رواه سعيد. ولأنها زوج خليفة الرجل ولأنها يمين مكفرة أشبه اليمين بالله تعالى، وعنه الميل إلى أنها كفارة يمين. هذا القول الثاني. نعم. بمنزلة من حرم على نفسه شيئا، بمنزلة لو حرم على نفسه شيئا كما سبق تحريم الحلال، فهي حرمت حلالا. إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي فإن معنى هذا أنها حرمت حلالا، فيكون عليها كفارة يمين. نعم. لأنه تحريم الحلال أشبه تحريم المال. نعم. وعنه لا شيء عليها. هذا القول الثالث أنه ما يعتبر شيء، لأن الظهار إنما هو من اختصاص الرجال وهو وارد في حق الرجال، فكيف تلحقون المرأة بالرجل؟ نعم. وعنه لا شيء عليها، لأن الله سبحانه قال والذين ظاهرون من نسائهم، يعني الرجال. نعم. فعلقه على الزوج فيختص به. مسألة، والحر والعبد في الكفارة سواء، لأن العبد مكلف أشبه الحر. نعم. الحر هذا معروف، لكن العبد لو ظاهر العبد من زوجته، يعني المملوك، مراد بالعبد المملوك، لو ظاهر من زوجته فحكمه حكم الحر، تجب عليه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، لأن الآية عامة، والذين يظاهرون منكم من نسائهم، والذين من صيغ العموم، فتعم الأحرار والعبيد، فهم سواء في الكفارة. نعم. مسألة، والحر والعبد في الكفارة سواء، لأن العبد مكلف أشبه الحر، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام، لأنه لا يملك شيئا يكفر. نعم. إذا وجبت عليه كفارة الظهار وهو الظاهر، وكفارة الظهار أولها العتق وثانيها الصيام وثالثها الإطعام، فالعبد لا يملك حتى يعتق، ما عنده شيء، ملكه لسيده، ما يملك ولا يستطيع العتق ولا الإطعام، لأنه ما له مال، ما يبقى عليه إلا الصيام فقط، صيام شهرين متتابعين. نعم. إذا ملكه سيده شيئا أو كفر عنه بالعتق فلا بأس. نعم. كتاب اللعان. اللعان، ما اللعان؟ هو أيمان مؤكدة باللعنة أو بالغضب، أيمان مؤكدة باللعنة أو بالغضب. قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع، يعني الزوج، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين،
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، وفي قراءة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وذلك إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ولم يستطع إقامة البينة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، أن يأتي 4 شهداء يشهدون بما قذفها به، فإنه يجب عليه بالقذف إلا أن يسقطه باللعان، أن يسقطه باللعان بأن يلاعن، فإذا لاعن سقط عنه الحد. هذا إذا قذف الزوج زوجته. نعم. كتاب اللعان وهو مشتق من اللعن. نعم. لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة. نعم. واللعنة الطرد والإبعاد. سمي لعانا لأنه في الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، سمي لعانا من أجل ذلك. والفقهاء يعرفونه بأنه أيمان مؤكدة بلعنة أو غضب. نعم. والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم. الآيات ولم يكن لهم شهداء، يعني ما عندهم 4 شهود على ما قالوه، ما استطاع يقيم الشهود، فجعل الله له مخرجا وهو اللعان. نعم. وروى سهل بن سعد أن عويمر العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه؟ هذا عويمر العجلاني افترض سؤالا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو أن الرجل وجد مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه؟ فماذا يفعل؟ فابتلاه الله بذلك، لما رجع إلى بيته وجد مع زوجته رجلا بسبب سؤاله. الإنسان ما ينبغي لأن يسأل الأشياء التي قد يكون يترتب عليها حرج، يعني ما دام الله معافيه ما يسأل هذه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. الإنسان ما دام الله معافيه ما يسأل إلا عن شيء هو محتاج إليه، أما الافتراضات والأشياء يتجنبها الإنسان، خصوصا مثل هذه المسائل المشكلة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الإنسان ما ينبغي يسأل إلا عن الشيء الذي يحتاج إليه فقط، أما الافتراضات خصوصا إذا كانت محرجة إنه يتجنبها لئلا يبتلى بها. نعم. وروى سهل بن سعد أن عويم العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه، من كيف يفعل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله فامسكتها. فطلقها 3 قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وحديث ابن عباس في رهان بلال بن اميه. فهذا سبب نزول الايه، قصه عويمر وقصه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما هي سبب نزول آية اللعان. نعم. هلال. نعم. هلال بن أمية. نعم. هلال بن أمية ما هو كعب، هلال بن أمية هي السبب في نزول الآية. وفي هذا الحديث دليل على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع،
لأن عويمرا طلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. نعم. فهذا من أدلة القائلين بأن الطلاق بلفظ، الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع. نعم. لو ما طلقها تبقى معه زوجة، وقيل يفرق بينهما، يفرق بينهما فرقة مؤبدة، يأتي هذا، فرق بينهما فرقة مؤبدة. وبعض العلماء يقول لا، ما يفرق بينهما، تبقى زوجة له، أو يفرق بينهما وإن شاء تزوجها، ليست مؤبدة، خلاف بين العلماء. نعم. المهم يعني فائدة اللعان أمران، فائدة اللعان أمران: أولا سقوط الحد، سقوط الحد عنه. ثانيا نفي الولد إذا نفاه في اللعان، قال هذا الولد ليس مني، ينتفي. إذا قال شهد أربع شهادات بالله والخامسة أن عليه لعنة الله أنها قد زنت وأن هذا الولد الذي أتت به ليس منه، فينتفي عنه الولد. أما إذا لم ينفه فإنه يلحق به، لأن الولد للفراش ما لم ينفه في اللعان. نعم. مسألة: وإذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إلا من لاعن. لزمه الحد يعني حد القذف، معنون جلده. نعم. هذه الحدود هي حدود لوجوب الحد بالقذف، فإنه لا يجب إلا باجتماعها. نعم، لأن الله شرط أن يكون المقذوفة محصن، الذين يرمون المحصنات، المحصنات معناها الحرائر العفيفات، الحرائر العفيفات المسلمات. نعم. فلو قذفها وهي صغيرة أو مجنونة أو كافرة أو فاسقة لم يجب عليه الحد، لأن الحد لا يجب إلا عليه، لأنها تكون غير، نعم، لأن الصغيرة معلوم براءتها من هذا الشيء، والكافرة ليس، لأن الله قال المحصنات، والكافرة ليست محصنة بالإسلام. يعني الإحصان يطلق ويراد به الإسلام، ويطلق ويراد به العفة، ويطلق ويراد به الحرية، يعني له ثلاث إطلاقات. نعم. لأن الحد لا يجب إلا بقدر المحصن. نعم. شروط الإحصان خمسة: العقل والحرية والإسلام والعفة، وأن يكون كبيرا يجامع مثله، وأن يكون كبيرا يجامع مثله. نعم. وهذا إجماع، وبه يقول جملة العلماء قديما وحديثا. الإحصان في باب الحد له شروط خمسة. شروط خمسة الإحصان في باب الحد، ردها. وشروط الإحصان خمسة. نعم. العقل، العقل، فالمجنون لا يسمى محصنا. والحرية، فالرقيق لا يسمى محصنا، فيجب بقذفه التعزير، يجب بقذفه التعزير للحد. نعم. والإسلام، والكافر لا يعتبر محصنا، فيجب بقذفه التعزير فقط. نعم. والعفة، العفة بأن يكون عفيفا عن الزنا، عفيفا عن الزنا. نعم. وأن يكون كبيرا يجامع مثله، أن يكون كبيرا، فالصغيرة الطفلة التي لا يجامع مثلها، وكذلك الصغير الذي مثله لا يجامع، الغلام الذي مثله لا يجامع، هذا معروف كذب من قذفه بدون لعان، معروف أن قاذفه كاذب بدون لعان، لا يلحقه عار. لو قذف طفلا صغيرا فهذا لا يعتبر قذفا ولا يجب به الحد، لأنه معلوم أن هذا الطفل ما هو محل للتهمة، معروفة براءته، فلا يلحقه عار، فلا يجب بذلك حد، وإنما يجب به تعزير عن الكلام السيء. وكذلك الطفلة الصغيرة التي لا يجامع مثلها، معروفة براءتها ولا يلحقها عار بهذا، فلا يوجب الحد ولكن يوجب التعزير. نعم. وهذا إجماع، وبه يقول جملة العلماء قديما وحديثا. يعني هذه الشروط الخمسة للإحصان إذا توفرت صار الشخص محصناً، يجب بقذفه الحد، وإن تخلف شرط منها لم يكن محصناً ويجب بقذفه تعزير. نعم.
إلا داود فإنه أوجب الحد على قارئ العبد داود بن علي الظاهري. نعم. وابن المسيب وابن أبي ليلى قال إذا قذف ذمية لها ولد مسلم يحد والأول أصح. لها ولد مسلم يعني درءا يعني لأن العار يلحق ولدها المسلم فيحد حد القذف من أجل ذلك من أجل حرمة هذا المسلم لأن إذا قذفت أمه لحقه العار. نعم. ولكن الجمهور لا أن الكافرة لا يجب بقذفها حد وإنما يجب التعزير. نعم. والأول أصح لأن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد لا يحد وله ولد كالمجنونة. نعم. وفي اشتراط الذنوب عن الإمام أحمد روايتان إحداهما اشترط لأنه أحد شرط التكليف فأشبه العقل. الرواية الأولى والمذهب يكون يجامع مثله ولو لم يبلغ والرواية الثانية اشترط البلوغ. نعم. ولأن زنا الصبي لا يجب حدا فلا يجب الحد بالقذف به كزنا المجنون. والأخرى لا يشترط لأنه الفرد العاقل العفيف يتعين بهذا القول الممكن وهو أشبه الكبير. والحكمة في إيجاب الحد هي درء العار عن المقذوف والعار يلحق الصغير ولو لم يبلغ. نعم. فعلى هذه الرواية لابد أن يكون يجامع مثله ولو كان صغيرا نعم. وأبناه 10 سنين للغلام وللجارية 9. نعم. ولو لم يبلغ. وللإعانة شروط لا يصح إلا بها. الأول أن يكون من زوجين عاقلين بالغين. أن يكون اللعان من زوجين بالغين عاقلين. فإن كان القذف من غير الزوجين فهذا سبق في أول السورة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فإذا كان القاذف غير زوج فلا بد من أحد أمرين، إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على رؤيتهم ذكره في فرجها، لا بد يشهدون بهذا أنهم رأوا فرجه ذكره في فرجه. فإن لم يأتوا بأربعة شهود وجب الأمر الثاني وهو حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يصيرون فسقة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالقاذف أولا يجب عليه الحد، ثانيا تسقط عدالته فلا تقبل شهادة، ثالثا يوصف بأنه فاسق. نعم. وهذا مما يدل على صيانة الإسلام للأعراض، صيانة الإسلام للأعراض، وأن لا تكون الأعراض محل سب وشتم وقذف. نعم. إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في منى. فالأعراض حرمتها مثل حرمة الدماء ومثل حرمة الأموال، بل إن العرض أشد من المال. كونه يؤخذ ماله كله أهون عليه من أن يجرح، أهون عليه من أن يجرح عرضه. نعم. وللعالم شروط لا يصح إلا بها. الأول أن يكون من زوجين عاقلين بالغين. أن يكون من زوجين، عرفنا إذا كان من أجنبيين فإنه يوجب إما الإتيان بأربعة شهود وإما الحد وهو 80 جلدة. البالغين يخرج الصبيين، الصبيين ما فيه حد لأن الذي لا يجامع مثله، الصبي الذي لا يجامع مثله ليس هناك حد وإنما فيه تعزير. نعم. بالغين
عاقلين يخرج المجنون والمعتوه، لأنه ليس بقذفه عار يلحقه، لأنه ما عنده عقل وليس مكلفا، ومثل البهيمة، لكن يوجب التعزير، يوجب التعزير. نعم. سواء كان مسلمين أو كتابيين. نعم، سواء كان المقذوف المقذوفين مسلمين أو كتابيين، لأن الكتابي أيضا له ما للمسلمين، له إذا كان ذميا، إذا كان ذميا أو معاهدا فله ما للمسلمين، يصان عرضه وماله ودمه. نعم. أو رقيقين. نعم. أو فاسقين. نعم. أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين. نعم. وفي الأخرى لا يصح إلا من زوجين مسلمين فرقين عدلين، لأن النعال شهادة بقوله سبحانه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. نعم. وقال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. نعم. وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللعان، لأنه يراد بإسقاط الحد ولا حد هنا فينتفي اللعان. نعم. ودليل الأولى عموم قوله سبحانه والذين يرون أزواجهم الآية. نعم. ولأن اللعان يمين فلا يتقع إلى ما شرطوه في سائر الأيمان. نعم. ودليله ودليل أنه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شأن، وانه يتقي. فالشهاده تسمى يمينا في كتاب الله، تسمى الشهاده يمينا في كتاب الله، كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، ثم قال بعد ذلك اتخذوا ايمانهم جنه، فسمى الشهاده يمينا. نعم. ودليل أنه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الإيمان لكان لي ولا شأن. نعم. زوجة هلال بن أمية لما تم اللعان وانتهى وفرق بينهما جاءت بالولد يشبه من اتهمت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان التي كانت لكان لي ولها شأن، فدرأ عنها ذلك بسبب الأيمان، والشاهد منه أنه سمى اللعان أيمانا، هذا هو الشاهد. نعم. نعم. يكفي. لا يكفي. نعم. هم بولاية المسلمين ما علينا منهم، إذا كانوا ما هم بولايتنا علينا منهم، ولو كانوا بيننا وبينهم عهد أو أمان، هم بديارهم ولا لنا عليهم ولاية، لا يدخلون. نعم. نعم. ما يقام اللعان بين كافرين. نعم. وليت الشيخ أن يحرم على الله أن يقوم بزوجته أنت على الدليل أن الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فلا يجوز للإنسان يحرم على نفسه الحلال. نعم. أه؟ نعم. اختلف العلماء في قوله أنت علي حرام، بعضهم يقول إنه ظهار، وبعضهم يقول إنه طلاق، وبعضهم يقول إنه يمين، والصحيح أنه ظهار، الصحيح أنه ظهار. نعم. فضيلة الشيخ، قال المصنف رحمه الله في باب استبرار الأماء الثاني أم الولد والأمة التي طأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. نعم. السؤال هو أنه في المذهب يحرم عليه بيت أم وأم الولد، فهل يجوز له على قواعد المذهب أن يزوج أم ولده من غيره، أو هناك خطأ مبدعي في عبارة المسلم؟ لا، ما في خطأ، إلا لو يزوجها، له أن يزوجها لأنها لا تزال في ملكه، لا تزال في ملكه، فله أن يزوجها. نعم. فضيلة الشيخ، رجل طلق زوجته طلاق الرجعي
وقبل أن تخرج من مدة الطلاق مات الزوج، فهل رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا؟ طلاقا طلاقا رجعيا رجعيا طلاقا رجعيا. وقبل أن تخرج من مدة الطلاق مات الزوج، فهل الرجعية تبدأ عدة الوفاة من حين الوفاة؟ نعم نعم، هذه وردت عدة الوفاة على عدة الطلاق، فتستأنف عدة الوفاة تبدأ من جديد عدة الوفاة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا تأخر السيد عن مملوكه بالعتق فأعتق نفس المملوك الذي ظاهر، هل تكون الكفارة قد سقطت أم لا؟ لا، ما تكون سقطت، لأنه واجبة عليه، واجبة عليه، فلا تسقط عنه بعتقه من سيده. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للعبد أن يعتق نفسه بالمكاتبة ليكفر عن ظهاره الذي ظهر مراته؟ لا، لا يحصل ذلك بإعتاقه نفسه بكتابة أو بإعتاق سيده له. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم يقول زوجته يا أمي أو ماما أو من تقول زوجها يا ابني من باب التدليل والمداعبة؟ مكروه هذا. يقول أهل العلم أن هذا يكره، أنه يخاطب زوجته بهذا، يا أمي يا أختي، يقول هذا من باب الإكرام، أو هي تقول يا أبوي يا أبي أو يا أخي، لأن هذا يشبه الظهار، فهي يعتبر من الألفاظ المكروهة. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا وطأ قبل كفارة الصيام؟ هل يستأنف الصيام من الأول أم يبني على ما سبق؟ إذا وطئ المظاهر منها في أثناء الصيام فإنه يبطل، يستأنف من جديد، يستأنف من جديد، لأن الله جل وعلا يقول من قبل أن يتماسى، وهذا لم يصبر حتى يكمل الصيام بل أبطله. نعم. 60 يوم. نعم. إن بدأ من الهلال، إن تأكد من رؤية الهلال وبدأ من هلال، يصوم شهرين هلاليين، وإن لم يرى الهلال فإنه يصوم شهرين بالعدد 60 يوما. نعم. فضيلة الشيخ، قيل إن العبد الذي تجب معه الكفارة هو المرء، وقيل هو العزم، فما قالك في ذلك؟ الراجح أنه العزم، الراجح أنه العزم، وعند الظاهرية أن العود هو التكرار، تكرار الظهار مرتين، تكرار الظهار مرتين، فعندهم لا تجب الكفارة إلا إذا كرره مرتين. هذا غير صحيح، الصحيح أن المراد بالعود العزم على وطئ زوجته. نعم. فضيلة الشيخ، لو بقي المظاهر على رجلاته ولم يعود ولم يطلق، فالمدة التي تبرأ له في ذلك هل هي مدة الهلال؟ نعم، يصير مثل المولي، إذا تم 14 وطالبت زوجته فإن القاضي يوقفه، إما أن يكفر عن يمينه، يمين الظهار، ويعود إلى زوجته، وإما أن يطلق. نعم. فضيلة الشيخ، هل الظهار يعد طلقة وتحسب طلقة أم لا؟ الظهار فرقة وليس طلاقا، إنما هو فرقة فقط. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من جامع زوجته عدة مرات في رمضان في يوم واحد ولم يكفر عن الأولى؟ حكمه أن عليه كفارة واحدة، إذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة تتداخل. نعم. فضيلة الشيخ، إذا لعن الرجل زوجته ونكلت عن اللعان يوم يمين، هل يكفر ذلك عليها الزنا ويقام عليها الحد؟ نعم، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات، فإذا لم تشهد 4 شهادات فاختلف العلماء، هل يعتبر نكولها تكرارا بالزنا فيقام عليها الحد أو لا يعتبر؟ الصحيح أنه لا يعتبر، لأن الزنا لا يثبت إلا ب4 شهود أو إقرار 4 مرات. نعم، أو إقرار 4 مرات، 4 شهود أو إقرار 4 مرات.
ونكولها عن اللعان لا يعتبر مثبتا للزنا عليها، أن الزنا خطير وشديد. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة تريد الحج وتنوي أن تؤدي عمرة عن أبيها بعد أن تكمل مناسك الحج. نعم. امرأة تريد الحج وتنوي أن تؤدي عمرة عن أبيها بعد أن تكمل مناسك الحج، فهل يصح ذلك منها؟ لا مانع من ذلك، ولكن كونها تؤخر العمرة إلى وقت آخر تأتي بها من بلدها أفضل، وإذا جاءت بها من التنعيم بعد الحج فلا مانع من ذلك إن شاء الله. لقصة عائشة رضي الله عنها. نعم.